السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم أصدقائي. اليوم أنا أشرح لكم تطبيق رائع يسمح لكم باستخدام حسابين فيسبوك أو واتساب أو أي تطبيق آخر على تلفون واحد. هذا التطبيق موجود على جوجل بلاي، بتروح على جوجل بلاي بتكتب باراليل سبيس، لما تكتب هيك اوكي باراليل سبيس، خلينا بنفتحه. هاي هي الواجهة الرئيسية للتطبيق. احنا مثلا خليني اعمل لكم مثال، هاي اليوتيوب اوكي، خلينا اخش على اليوتيوب شايفين في طلعت جملة تحت زرقة هي فول سكرين ديسبلاي. هسا هذا الحساب هو الحساب الكلون، يعني المستنسخ ماله، شوف ما فيش اي صاحب له اوكي، يعني مش اكاونت اوكي. ممكن تخش هون وتعمل اكاونت وتخش. طبعا بدي افرجيكم عن الاكاونت الاصلي تبعي، بتضغط على الفول سكرين هون فشايفين هاي طلعت الحساب تبعي اوكي. نروح نرجع نضغط هون ونروح على الحساب الكلون المستنسخ. طبعا انت الحساب هذا المستنسخ برضو بتعمل، تقدر تعمل ساين ان بحساب ثاني، يعني في نفس الوقت تقدر تكون فاتح حسابين يوتيوب. خلينا نروح مثلا هاي الحساب الثاني، نرجع على التطبيق باراليل سبيس. بدك تعمل مثلا الفيسبوك، بسيطة بتخش بالايميل تبعك بتعمل لوجينج، هاي شغلة سهلة. خلينا نرجع الواتساب برضو نفس الاشي، تضغط هيك. انا كنت عامل دخلت رقم ثاني، فعندي حسابين الان زي ما انتم شايفين، هذا حساب في رقم، شوف كيف هاي الواجهة الرئيسية هنا الصور. الان لما تضغط على فول سكرين ديسبلاي اوكي، راح يجي الحساب الاصلي اللي هو الاصلي، ولما تضغط هيك هذا الحساب المستنسخ اوكي شباب. طبعا تقدر تعمل نفس الحكي على الانستغرام، على الجيميل، كروم، تقدر تضيف اي شيء، اي تطبيق اخر يعني من التطبيقات الموجودة عندك في التلفون. هاي التطبيقات اللي انا موجود عندي، اي تطبيق تقدر تعمله استنساخ وتدخل عنده بحسابين، يعني بكون فاتحات في نفس الوقت. هذا التطبيق اللي حبيت اشاركه اياه اليوم، اتمنى يكون فيديو نال اعجابكم. لا تنسوا تعملوا لنا لايكات وسبسكرايب، واللقاء في فيديو جديد.